السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، إذ يواصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والميادين مع تزايد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين في الناصرية والنجف وبغداد وباقي محافظات العراق، في حين يؤكد المتظاهرون عزمهم على الاستمرار في التظاهرات حتى تلبية جميع المطالب وعلى رأسها إسقاط النظام. نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي، مرحبا بكم دكتور رافع. وحياك. ونرحب أيضا بضيفتنا عبر الهاتف من بغداد الناشطة المدنية دكتورة ذكرى عبد الصاحب. نبدأ بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة عن ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، ونبدأ من بغداد من الدكتورة ذكرى عبد الصاحب الناشطة المدنية. مرحبا بك دكتورة ذكرى. مرحبا بك أخي، ومرحبا بقناتكم وجهودكم الجبارة وضيوفكم الكرام، شكرا جزيلا. حياك الله. بداية لو تطلعينا دكتورة ذكرى على مشهد الاعتصام والحراك الثوري في ساحة التحرير، كيف هي الأوضاع الآن؟ في الحقيقة نحن قريبين من الشهر الثاني أن ينتهي على ثورتنا، ونحن رغم غصة الألم لفقد شاباتنا وشبابنا لكننا فرحين أننا كل يوم نسجل نصر جديد ونستقطب الكثير من أبناء شعبنا من عشائر وأمن وغيره. الآن الحالة حقيقة ما بين السجال، ما بين القوات والثوار سجال، أحيانا تتصاعد الأمور وأحيانا تخفت. الآن على شارع الرشيد هناك مناوشات خفيفة. يعني هناك أنباء عن إصابة نحو 20 متظاهر قرب جسر الأحرار وأيضا قرب البنك المركزي باختناقات وجروح برصاص قوات الأمن الحكومية. كيف وقع الأمر بحسب معلوماتك دكتورة ذكرى، وكيف تعاملت هذه القوات مع المتظاهرين السلميين؟ والله شبابنا حقيقة ما يكلون ولا يتعبون ويردون أنه النصر الأكيد والأخير في انسحاب الحكومة من خلال ضغطهم على القوات الأمنية اللي قربهم، والسبب ما يضغطون على القوات الأمنية لأن القوات الأمنية حقيقة تجرم في حقهم، ما تخليهم يعني هم واقفين في مكان معين وسلميين شباب يتلقون الرصاص في صدورهم العارية، فالقوات الأمنية تضربهم، هم ما مسوين شيء للقوات الأمنية، فقط رد فعل أحيانا عندما ينضربون أو أحد أصدقائهم يستشهد يسقط أو ينجرح يضطرون أن يجاوبوهم بالحجارة من قهرهم يعني ورد الفعل عليهم، على اعتبار أنه ما بيدهم شيء، يعني شو يريدون يسوون لها القوات الأمنية؟ لأنه يعني هم مسلحين ومندسين كثير بيانات المتظاهرين، أيضا هناك مندسين من الدولة من الحكومة من الميليشيات حقيقة يعني. فهؤلاء الشباب يحاولون أن يردد فعل أن يضربوهم بالحجارة ولا شنو عندهم، ما عندهم أي شيء آخر. ولكن يعني الغريب عمليات بغداد أعلنت وقوع 9 جرحى بين صفوف القوات الأمنية بهجوم بقنبلة يدوية بحسب ادعاء عمليات بغداد عند حاجز البنك المركزي في بغداد، وأنت في قلب الحدث، كيف تتلقين هذا النبأ؟ حقيقة من يضرب الرصاص ومن يضرب القنابل وليس أولادنا، ليس المتظاهرين السلميين، أولادنا كل شيء ما عندهم، لكن هناك مندسين يريدون أن يفشلون الثورة من ضمن الأحزاب، هم هذول المندسين من ضمن الأحزاب يعني، أو دازتهم الحكومة مثلا يعني ناس تابعة لهم وهم كل زين يعرفوهم، لأنه وأيضا الطرف الثالث اللي هم وزير الدفاع اللي ذكره حقيقة هذول الطرف الثالث تابعين لهم للحكومة، المن تابعين لأنه عرفوهم ما طول شخصهم هو يعرف منه يعني. معقولة دولة ما تقدر تعرف يعني وزارة الدفاع وقوى أمنية وميليشيات وحشود وشركات أمنية؟ احنا عندنا طبعا إضافة لكل القوى الموجودة عندنا شركات أمنية تقوم بحماية الأمن والشخصيات، فذولا معقولة ما يعرفون من اللي يضرب ومن اللي يندس بين المتظاهرين؟ 100% هم يعرفوهم كل الزين، فيردون حتى يسقطون الانتفاضة الشعبية مالتنا مالت الجماهير المتظاهرين، فيدخلون مو بس بغداد، كل المحافظات أيضا المنتفضة يدخلون بيناتهم ومندسيهم.
لناخذ راي دكتور رافع، وسأعود اليك مره اخرى دكتور ذكرى. دكتور رافع، اذا هناك انباء عن اصابه نحو 20 متظاهر قرب جسر الاحرار وعند البنك المركزي ايضا، بينما يعني عمليات بغداد خرجت لنا بخبر يعلن وقوع 9 جرحى من القوات الامنيه بقنبله يدويه، لا نعلم يعني من رمى القنبله اليدويه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ نصير، اولا يعني دعنا نقول نسال الله الرحمه شهداء الحق في العراق، شهداء العراق الأبرار، شهداء ثورة تشرين، شهداءنا من الشباب اللي ضحوا بدمائهم بأرواحهم من أجل العراق ومن أجل هذه الثورة، وإن شاء الله هذه الثورة مباركة وتصل إلى أهدافها. الحقيقة قضية الهندساس والأفعال هذه والطرف الثالث، هذه لعبة تلعبها كل القوى المستبدة في العالم، كل الأنظمة المستبدة في العالم، عندما تصل إلى نقطة حرجة تبدأ تلعب هذه لتبرير سلوكها الإجرامي، لتبرير أفعالها، يعني تلقي التهم على الآخرين. عندما تحدث وزير الدفاع هو جزء من هذه المنظومة الخربة، يعني هذا لا يعفي وزير الدفاع، هو جزء من هذه المنظومة اللي ثارت عليها واللي خرجت عليها الثورة، جزء من هذه المنظومة الخربة. عندما قال طرف ثالث، بالبداية ضرت الميليشيات لتنفي انها الطرف الثالث، يعني ما يقصدنا، وعادوا الوزير الدفاع وبدت التهم تحاك له وبدت قصص كثيره تخرج عنه. طيب ما انتم قبلتوا به في حكومه، يفترض انتم دققتوا كل سجلاته وعرفتوا كل ماضيه وحاضره قبل ان تقبلوه وزير الدفاع. الان بظرف 24 ساعه بعد ما قال انه هناك طرف ثالث، ظهرت كل هذه الملفات، انه هو مزور وهو ما اعرف منه وهو حتى سلوكه الاخلاقي غير طيب. وهذه كلها من مواقع ميليشيا واقع، يعني هذا لا ينفي انه هو جزء من هذه المنظومه السيئه الخربه اللي اذت العراق واللي سرقت العراق ودمرت العراق واللي شوهت العسكريه والامن والمجتمع والحياه العراقيه بكل طريقه. هذه يعني هذا لا ينفيها، هو جزء من هذه، لكن هم تصرفوا بهذه. بعد مرور فترة يحاولون القول أنه الطرف الثالث ترى من المتظاهرين. لاحظ اللعب، يعني مثل ما قالوا أنه هناك مندسين بين من المندس؟ مثل ما قالت الدكتورة الآن، المندس أنتوا دفعتوا به. هؤلاء الناس خرجوا سلميين وقدموا زهرة الشباب، ذول الشباب الحلوين الأروع ما يمكن، آخرهم الطالبة زهراء علي، كثيرين أكثر الآن. تتحدث يعني مراكز حقوقية وكذا عن 460 شهيد، والعدد ربما أكبر. أنا يعني العدد ربما تجاوز 1000 شهيد الحقيقة في المدن العراقية، لأن هذا ما استطاعوا تدمير كلها، ولا يملكون في جيوبهم وجهات تدعمهم من الخارج وما أعرف منه، وأمريكا وإسرائيل تدعمهم، أمريكا وإسرائيل تدعمهم. ما هي أمريكا وإسرائيل بقطارها جيتوا أنتم للحكومة العراق؟ من عام 2003 هي جابتكم أمريكا، أمريكا ليش تدعم المتظاهرين إذا هي اللي جابتكم وجابت أسوأ الناس لحكم العراق وهي تعرف من أنتم؟ وضعت لكم دستور وعملية سياسية تعرف أنها ستدمر العراق، وانتم فرحتم بها وتبنيتموها وتحرصوها، والان عندكم العراق كله ينتهي وشعبه كله ينتهي يقتل على ان تبقى العمليه السياسيه. هذه العمليه السياسيه اللي هي مبنيه على المحاصصات الطائفيه والاثنيه يجب ان تبقى، لكي يبقى فسادكم، يبقى خرابكم، يبقى مشروع تدمير العراق ماضي في طريقه. هذه هي الحقيقه. الان يعني مدسوسين، يرمون قنابل ما اعرف منو، يحرقون هنا، يحاولون تشويه صوره الثوره باي طريقه، يحرقون في اماكن ويقولون انه، وربما يعني قبل يوم كنا نتحدث بها وقلتها واقولها مره اخرى، يعني من عام 2003 لحد الان لو نعيد مسلسل البيانات اللي صدرت عن الحكومات عن حالات المس الكهربائي، الحرائق اللي اشتعلت، معامل احترقت، دوائر كاملة للنفوس احترقت، مع دوائر حسابات بنوك كلها احترقت، وكلها حتى صناديق اختراع وانتخابات احترقت، كلها مس كهربائي. وعلى الشعب أن يصدق، يعني الحكومة كانت تصدر بيانات تقول مس كهربائي والشعب يجب أن يصدق.
الآن أي حريق لا هاي المتظاهرين هم اللي سووا. يعني ليش وين المس الكهرباء؟ وين بياناتكم عن المس الكهرباء؟ هاي مو مس كهربائي، هاي المتظاهرين سووها، لكن ذيك مس كهربائي اللي تخفي جرائمكم وسرقاتكم وبوكم وتزويركم، ذيك مس كهربائي. بس هذه المتظاهرين انتم متخصصين في الحرائق، ما هو من 2003 لحد الآن العراق يشهد مجموعة من الحرائق لم يكن يشهدها. يعني العراق هاي ثقافة الحرق ما كان يعرفها. يعني دعك من المتظاهرين اللي يحرقون إطارات السيارات ليقطعوا الطريق لكي لا تصلهم هاي القوات القاتلة، لكي لا تصلهم الميليشيات وتقتلهم، لكي يعمموا الإضراب العام، هذه واحد. أما أن تحرق بنايات وهاي أنتم متخصصين بها، وهذه ثقافة جديدة جاءت للعراق بعد 2003، ثقافة الحرق. حرقتوا مخازن لأدوية ومخازن للطعام وسجلات رواتب وما خليتوا شيء، وحرقتوا حتى هذه هو انتخاباتكم مزورة وغير شرعية، ومع ذلك حرقتوا صناديق الاقتراع. وهذه قضيتكم، يعني هاي اللعبة ليست جديدة، يعني لعبتكم القديمة وتلعبوها، وهذه ثقافتكم في الحرق. فالآن تريدون تعكسوها على المتظاهرين وعلى الثورة، لا يمكن قبولها. الثورة بيضاء والثورة سلمية وماضية في طريقها، وستحقق أهدافها رغما عن أنوفكم، رغما عن كل هذه القوى التي تدعمكم وأولها إيران. دكتورة ذكرى، يعني القوات الحكومية إذن والميليشيات لا تزال حقيقة تستخدم العنف المميت يعني على المتظاهرين، والذي كان آخره استشهاد الطالبة بزهراء علي سلمان. كيف كان رد الفعل المتظاهرين بعد سماع خبر استشهاد الطالبة زهراء؟ رحمها الله. أولا نتوجه بالتعازي لذويها وأهلها وكل المتظاهرين باستشهاد تلك الفتاة الصبية البريئة، إنها طير للجنة إن شاء الله. حقيقة هذا الأمر مؤلم، نحن يعني نتألم، لكنهم سبقونا في العطاء، سبقونا، هم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله. فكلنا يعني مشاريع استشهاد لهذا الوطن، لهذا البلد الذي يستحق الشهادة، يستحق الكرامة، ويستحق الإنسان المواطن العراقي يستحق أن يعيش بكرامة وبعز. حقيقة كان وقع هذا الخبر مؤلم جدا علينا، لكنه هذا يبين أنه خفة هؤلاء الذين يتصيدون في الماء العكر، وهذه هي شيمتهم. ماذا قدمت لكم روح زهراء التي ارتفعت إلى باريه؟ ما الذي قدمته لكم؟ هل رجعت الحكومه؟ هل اعطتكم مبالغ مثل ما انتم يعني تعطشين لهذه المبالغ وللدماء؟ لكن هذه شيمتهم، شيمه الناس الذين لا يمتلكون لا ذمه ولا ضمير ولا خلق. يعني هذا اختطاف البنات شيء مشين بتاريخهم، وان شاء الله مشخصين طبعا بالتاكيد، هم معروفين ان شاء الله مرور الزمن بنعرفون، لأنه كل حقبة وكل فترة هم يأخذون مجموعة. قبل فترة كانوا مأخذين هذا الولد الشاب الممثل كرار قبل الأحداث التظاهرات، أيضا دفعوا وقتلوا وصفوا وذبوا بالمزابق. زين ليش هذه الطرق هذه؟ أخذوا مجموعة من الشباب من ساحات التظاهر، أخذوا مجموعة بنات صبا ومريان والزهراء. يعني لماذا هذا التصرف المشين؟ ألم تكن لديكم نساء؟ ألم تكن لديكم بنات؟ ألم تكن لديكم أمهات أخوات ترف أنتم يعني هذا اللي يعمل هالشهادة؟ أكيد ناقص من كل هذا الشيء، من الغيرة ومن الترف ومن يعني الباقة. أنا أتابع العراقية، طلعوا واحد من الدواعش، هو عراقي طبعا من الصفحة، هو ناقضين 5 بنات وتقول أنا كنت أتواصل ويا عائلته ويسلمون علي. يعني شنو هذه العائلة اللي تستقبل هذا القتيل القاتل؟ يعني القاتل هذا سرق هاي الشريفة من الأزيديات طبعا، ويعني يلفوه بيتهم. احنا الرجل عندنا لما يكون مخطئ أو عندك شيء مشين أو مخطئ نمقته ونقاطعه ونكرها. يعني أنتم شنو هذه الأخلاقيات؟ أنتم شنو من بشر؟ يعني أبدا مو بشر، مع احترامي لكم ولقناتكم، إنه حتى الحيوانات دافع ايضا عن نوعها عن فصيلتها. هؤلاء يعني حتى ما يدافعون عن فصيلتهم الحيوانات. لا تسمحي لي يعني اقاطعك دكتوره بعد اذنك، بس اريد اقول يعني كلامك دقيق جدا جدا، لكن اريد اقول لك انه هذه الثقافه ليست جديده عليهم، هذه الميليشيات في عام 2006 و2007 وانت تذكرين والعراقيين كلهم يذكرون هذه القضيه، كنا نشاهد يوميا الجثث بالشوارع لناس مختطفين يرموهم بالمزابل.
يعني مو جديدة على الميليشيات هذه تقتل، كنا نشاهد 300 جثة يوميا في بغداد فقط في المزابل مع الأسف الشديد. يعني هذه مصيبة كبيرة، والآن يكرروها بطريقة أو بأخرى، يعني هذه ثقافة ليست جديدة عليهم، وهذا أسلوبهم في التصرف مع الناس اللي يعرضوهم. صحيح، حتى اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دكتورة ذكرها، هناك أراذل في كل حقبة، هناك مرتزقة وأراذل يستفادون من أذية الشعب. نعم. لذلك اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين ذكرت في بيانها أن زهراء يعني لم يكن لها ذنب سوى رغبتها بوطن خالي من هذه المحاصصة الطائفية من إيران. إلى أي مدى أصبحت هذه الرغبة يعني الأولى والحتمية للمتظاهرين وثوار تشرين؟ عفوا لي الحديث؟ نعم تفضلي. حقيقة يعني هو ليست فقط زهراء هي من تطالب بالوطن، كل المتظاهرين هم لماذا خرجوا؟ كلهم يطالبون بوطن وبحرية وبكرامة وبعيش رغيد وبعيش نظيف. نعم. وبوظائف و يعني لقمة نظيفة، يعني اكو عوائل ما يوميا ما تاكل اللقمة، يعني اكو بعض العوائل كلش تعبانة. نعم. والحكومة ابدا ما فد يوم سألت على هاي الحكومة الفاسدة طبعا، ما سألت على أي من هذه العوائل اللي تعيش بالقبور واللي عايشة في أماكن متجاوزة، أبدا ما سألت. فكل المتظاهرين يعني اللي قدموا هاي التضحيات واللي تظاهروا واللي هم ليل نهار باقين بهذا العراء يعني وبهالبرد بين البنات بين الساحات ومع الأمطار، هذول شو يريدون بالضبط؟ غير يردون كرامة، غير يردون وطن حر، غير الناس تتسيد عليهم ياكلون حقهم وحلالهم. احنا بلد نفسي، بلد الحمد لله عندنا كل شيء، يعني بلد يعني البلدان المجاورة أبدا ما تمتلك اللي إحنا نمتلكه، بلدنا اللي نمتلكه أبدا ماكو دولة تمتلك اللي إحنا نمتلكه، نفط وخيرات وزراعة وصناعة وكل شيء، وحتى الفكر العراقي أفضل بكثير من الأفكار الأخرى بالعالم، يعني والدليل إنه حتى من يسافر الإنسان العراقي للخارج يبدع ويطلع من الأوائل ودائما هو متفوق، وحتى بالبرلمان خلوهم لأنه ناس زهاء وناس نظيفين وشرفاء. الإنسان العراقي المتظاهر هو إنسان نزيه، إنسان نظيف، إنسان يطالب بحرية وبكرامة، كرامة العيش، يطالب بوطن. هؤلاء الزمرة اللي جاءوا يعني صادروا الوطن، سلبوا الوطن، وحتى الوطنية سلبوها من بعض الشخوص اللي هم هذول يقتلون زهراء وغيره. دكتور رافع، يعني كيف تصف هذه الأساليب الحكومية والميليشياوية بخطف الناشطات خصوصا، يعني فضلا عن الناشطين الآخرين وآخرها زهراء بعد التعذيب واستشهادها، كيف تصف هذه الممارسات؟ ربما هذا يؤكد، أولا يؤكد يعني صحة هذه الثورة وأهدافها الحقيقية وأنها على الطريق الصحيح هذه الثورة، لأنها خرجت يعني تعارض هؤلاء الناس، تريد أن تزيل هؤلاء الناس الذين أوصلوا العراق إلى هذا المستوى. الشيء الثاني، هذه الأعمال تؤكد أن الذين يحكمون العراق ليست حكومة وليست سلطة حقيقة، هي عصابات، مجرد عصابات، هذه هي حقيقة، لأنه هذه الأفعال أفعال عصابات، أفعال مافيات، هذه ليست أفعال حكومة. يعني اليوم مثلا استقالت الحكومة في فنلندا، استقال رئيس الوزراء في فنلندا لأنه دائرة البريد اليوم فعلا دائرة البريد لمدة أسبوعين موظفي البريد اعترضوا على مرتباتهم وعملوا احتجاجات، استقال. هذه الدولة الديمقراطية اللي تحدث متطورة. نعم. هم المالكي كان يتحدث والعبادي وعادل عبد المهدي يتحدث ينظر كثيرا عن الديمقراطية التي لا مثيل لها في العراق، يعني ماكو، وصلت بالمالكي يقول احنا العالم يريد يتعلم الديمقراطية خلي يجي عندنا، يريد يتعلم كتابة الدستور خلي يجي عندنا، مع انه الدستور هذا الدستور الكسيح اللي دمر العراق هو اللي موجود، اللي يريد يشوف تجربة رائدة في الازدهار خلي يجي عندنا، وهذا العراق من سيء الى اسوأ. هذه التجربة اللي يتحدثون عنها وصلت العراق الى واحد من اكثر 5 بلدان بالعالم فسادا، واحد من اكثر بلدان العالم فقرا وجوعا ومرضا وأمية وتخلفا، وكل جامعاته وكل دراسته مداخله في قوائم، يعني في التصنيف العالمي الحقيقي. هذه الحكومة اللي يعتبروها هم، وهذا الدستور اللي وصل الناس
الى هذه التظاهر، هذا الدستور وهذه القوى السياسيه اللي يعتبرون نفسهم سياسيين ومدركين وجاءوا من اجل مظلوميه الناس، وصلوا ان يقتلون 1000 شاب عراقي بهذه الطريقه، العدد 21,000 بين جريح وقتيل. هذه حرب، حرب ضد الشعب. وهم جايين يقول لك احنا جينا من اجل الديمقراطيه ومن اجل الازدهار ومن اجل الحريه والمظلوميه. اي مظلوميه؟ اي حريه؟ اي؟ فهم مجموعه من العصابات الحقيقه، ولكن وجايه عندها مشروع لتخريب العراق وتدمير العراق. ولا يمكن يجي اجنبي، لا يمكن يجي مستعمر، بغض النظر عن رايك، نظام سابق، نظام لاحق، ملكي، جمهوري، اتركنا من هذه التسميات. مهما كان المستعمر، مهما كان شكله، فهو جايب مشروع لا ينفعك، مشروع ضدك، مشروع له مصلحة فيه، هو المستعمر، مو مصلحتك أنت. ما إجا المستعمر الأمريكي من أجل عيونك، إيران ما جتي ودخلت العراق من أجل عيون العراقيين ومن أجل الشيعة ومن هذا الكلام الفارغ. هل استطاع الحراك الثوري العراقي إعادة تبلور الهوية الوطنية العراقية و رفض كل وصايا خارجية كما تحدثت؟ نعم، بوعي نعم. هذه ربما واحدة من أهم النقاط اللي حققت هذه الثورة. هذا الشباب اللي خرج أعاد للعراق هيبته، أعاد للعراق هويته الواحدة الجامعة، أعاد للعراق احترام العالم إليه، احترام لشعبه، هذا الشعب المبدع اللي حضارته 8000 سنة في عمق التاريخ، هذا اللي شوهوا جسده وشوهوا وجهه بالسكاكين وبالفساد وبالخراب وبالدمار وبالسرقة والنهب والحرق، شوهوه 17 سنة. الناس تتصور أن العراق لا شيء، لذلك الجواز العراقي، هذا الباسبورت العراقي لا يحترم في أي بلد من الدنيا، والعراقي في أي بلد من الدنيا عندما يخرج وكأنه ذليل مع الأسف، وهو هذا ابن أول الحضارات، ابن اللي اخترع الكتابة، ابن اللي اخترع العجلة، اللي اخترع القوانين، هذا الإنسان المثقف الرائع، الفنان المبدع في كل شيء. هذه الأرض سبحانه وتعالى أوجد فيها خيرة الناس، وهذا مع احترامنا لكل الشعوب، لكن أهل العراق هم خيرة الناس. هيك نشوفهم وهم هيك، خيرة الناس، خيرة النساء وخيرة الرجال وخيرة الأطفال والشيوخ والشباب، أمي متعلمهم خيرة الناس، واحد يتفاخر بهم ويتفاخر نسبه إلهم. هؤلاء شوهوا صورة العراق بهذه الطريقة وشوهوا صورة العراق بهذه الطريقة، وخرجوا هؤلاء الشباب ليعيدوا هذه الصورة الجميلة. الآن العراقي يفتخر بهم، الآن يفتخر بهم الحقيقة. الآن وعي الناس حتى بالخارج في أي مكان يعتز أنه الآن عراقي. قبل شهرين العراقي يستحي يقول أنا عراقي، الآن يعتز يقول أنا عراقي. بسبب هؤلاء الذين عادوا للعراق هيبته وهويته الواحدة. هؤلاء اشتغلوا 17 سنة بترتيبات وبرامج لكي يسقطوا الهوية الواحدة، هويات فرعية، هويات مناطقية، هويات طائفية، هي هذه المهمة. ومزقوا العراق بالمكونات، والحديث عن المكونات، اجى هذا الشاب العراقي اللي ضحى بدمه وروحه وأهله ودنياته كلها ليقول انه العراق واحد. عراق واحد جميل، واحنا كنا نريد وطن، يريدون يرجعون هذا الوطن الواحد الجميل اللي هو يظلل على الجميع، وشكله جميل، وجهه جميل، وأداءه جميل، وتاريخه جميل، وحاضره جميل. هذه القضية المهمة في هذه الثورة. أيضا دكتورة ذكرى، يعني نقابة الأطباء، أطباء الأسنان تحديدا، استنكرت اعتداء قوات مكافحة الشغب على ما تسمى بقوات مكافحة الشغب على المفارز أو الفرق الطبية والمتطوعين. يعني كيف تفسرين استمرار القوات الأمنية والميليشيات في استهداف هذه الفرق الطبية والمتطوعين لإسعاف الجرحى؟ اولا اضم صوتي للدكتور المتحدث، مشكور انه العراق يعني قبل هذه الاحداث كان يعني الانسان العراقي يخجل ان يقول انا عراقي، اما الان فنحن، وحقيقه انا قبل الاحداث مريت بحاله نفسيه جدا يعني تعبانه، لانه على اعتبار احنا في صراع نفسي اصبحنا ما بين بلدنا وما بين الخارج. فبالنسبه للاطباء الاسنان مشكورين انه يرفعون هذه البيانات والشعارات، لأنه حقيقة كثرت الاعتداءات على الأطباء، يعني بدأوا يذهبون إلى المستشفيات ويعني أمرهم أنه لا يساعدون الجرحى، أنه لا يسعفون الجرحى. بنفس الوقت كانوا يعني يلاحقون الإسعافات ويقتلون الأشخاص اللي داخلها ويقتلون الشخص المسعف صاحب الإسعاف.
يدخلون الى المستشفيات يقتلون الاطباء وايضا يختطفون الاطباء. واحدى نسائنا على جسر الجمهوريه ايضا مسعفه ضربوها ب مسيل الدموع وخطايا استشهدت الله يرحمها. يعني احتاروا شو يسوون بالمتظاهرين، لعبوا بهم لعب حقيقه يعني. يعني شلون نقول يروحون للمسعفين يعني يقولون ما تسعفوهم، احيانا يروحون على بيته يهددون المسعف او للدكتور يقولوا له انت ما تطلع بعد، وايضا قتلوا عندنا خطايا طبيب جاي من العماره الله يرحمه ايضا يم جسر الشهداء او جسر الاحرار بالضبط من لما اجوي على جسر الشهداء المتظاهرين تحركوا على اكثر من جسر يعني رابع جسر تقريبا وصلوا لقريب باب المعظم حتى ايضا وصلوا. هذا الشاب خطية طبيب ايضا انقتل قتلوه بطلق حي يعني لانه كان يضربون طلق حي على المتظاهرين وهذا كان جاي من ميسان من المتظاهرين يعني من متطوع غير يعني. نعم من العمارة نعم بالضبط من العمارة خطية ايضا طبيب انقتل الله يرحمه. يعني فللاسف باقي هاي التصفيات هؤلاء المندسين من الحكومة السراق وحكومة الغفلة اللي جت بالتزوير وبالخطأ يعني جت حقيقة. هؤلاء دائما ما يدسون أذنابهم في كل مكان بين المتظاهرين وبين الحرس الوطني وفي كل مكان يحاولون أن يعني ينالون من الانتفاضة الشعبية الكبيرة التي يتظاهر فيها شبابنا اليوم حقيقة. يعني هؤلاء باقين هم أراذل يعني الناس لأنه بما أنه باع ضميره أنه يقتل ابن بلده وبنفس الوقت هو باقي ما عنده كرامة لأنه بما أنه ما عنده كرامة ما يريد الإنسان اللي يعني يطالب بالكرامة. لذلك هم هؤلاء مندسين وأيضا ما يفكرون غير بس بمصلحتهم وهو فقط استلم مبلغ بدل أن يقتل هذا الشخص أو ياك خلاص هاي انتهى هو محقق نصر محقق شغلته الخاصة غريبته الخاصة أنه خلاص هو فائدته وفقط يعني ما له علاقة بالآخرين لا الوطنية تهمه ولا المهم يهمه جيبه أنه يحصل حتى يقتل هذا الشخص أن يحصل مبلغ معين وإلا ليش دي يقتل هذا ابن المجتمع ابن جيرانه وابن بلده وابن اللي بالدائرة وياه واللي بالشارع وياه يعني هذول هم أخوة يعني احنا نقول الحمد لله والشكر أن العراق أصبح كلمة واحدة صوت واحد قلب واحد. نحن فرحين أنه شعبنا توحد بهذا الشيء لأنه كانت هناك لكن تبقى الأراذل هي أراذل تبقى الأيدي الوسخة هي باقية وسخة طول يعني في أي وقت هم دولة مستأجرين في أي وقت تستأجرهم القوات أو الحكومات أنه يروحون يأذون الآخرين أن يفشلون المشاريع النظيفة أنه أسامع أهلنا يقولون العين ما تحب الأرجح من عدها هؤلاء ما يحبون الناس أنه يعني يتمتعون بحرية وأن يكونون يعني شون الأشخاص اللي قتلوا زهراء أو غير زهراء لماذا أو قتلوا دول الشباب ليش قتلوهم لأنهم يغارون من عدم لأنه دول بكليات ومثل الطيور دول جميلين وحلوين يعني شباب في عمر الزهور يعني بيقتلوهم ليش لأنه مرض الداخل هم ما يحبون هذول الناس ما يحبون أن الإنسان يكون عنده اسمه بالفعل طبعا بالعكس يعني عفوا إذا تسمح لي بس هالكلمة أنه بالعكس يعني بالعكس أنه بما أنه قتلهم هذول راح يكونوا رموز للعراق وراح يبقون بتاريخ العراق وراح يكون لهم تماثيل خاصة لكل واحد منهم حتى في باب بيوتهم راح نسوي لهم تماثيل إحنا فنانين إن شاء الله إن شاء الله راح يبقون طول العمر وراح يبقون إن شاء الله اسمهم باقي. يعني على الرغم من كل هذا العنف دكتور رافع الذي ذكرته دكتورة ذكرى عبد الصاحب العنف الحكومي والميليشياوي على المتظاهرين يعني الرد الدولي الأمم المتحدة وربما استمعت إلى حديث ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت يعني أكدت أنه لا تسامح مع استخدام القوة ضد المتظاهرين كيف ترى الموقف الأممي عموما؟ أستاذ نصير دعني أقول أولا أنه هذا الموقف الأممي وأي موقف دولي الآن يحصل حصل أو يحصل نعم ومهما كان يعني مدى ومهما كان اتساعه ومهما كان حدته هو نتيجة فعل هؤلاء الشباب هؤلاء الثوار يعني هذا مو فضل من أحد هؤلاء من أجبروا العالم وأجبروا الأمم المتحدة على أن تقول هذا الشيء جاء متأخرا نعم أنا أتفق مع كل من يقول أن الأمم المتحدة جاءت متأخرة الأمم المتحدة متأخرة ب 17 سنة وربما أكثر من هذا حتى في حصار العراق
دعك من النظام شكل النظام، لكن العراق كان متعرض إلى حصار 13 سنة والأمم المتحدة كان الشريكة به. هذا كله متأخرة الأمم المتحدة ولم تنصف العراقيين مرة. الآن حتى إذا الكلام بإنصاف للعراق جاء متأخر، نعم ماشي جاء متأخر، لكن من جاء به ليست ممثلة الأمم المتحدة وليست أمريكا وليست أي دولة في الدنيا، اللي جاء به هؤلاء الثوار، هؤلاء الذين أصروا على أن يبقوا في الساحات، اللي قدموا دماءهم وأرواحهم وحياتهم كلها من أجل بلدهم، هؤلاء الذين وحدوا العراق، اللي خرجوا بثورة عابرة للطائفية، شتموا الطائفية، أسقطوا كل الترتيبات اللي اشتغلوا عليها المستعمرين إيراني وأمريكي، وكل هذه الحكومات طائفية وتفريق وتمزيق للمجتمع وتهجير كلها أسقطوها في ساعات معينة. يعني ذولا إذا أردنا حتى بالساعة ربما اشتغلوا عليها 16 سنة، وذولا 16 ساعة أسقطوها كلها، وربما بساعة واحدة أسقطوها، مو 16 ساعة كلها أسقطوها هذه. هؤلاء الذين استدعوا العامل الدولي بإصرارهم بثورتهم ببياض أيديهم وقلوبهم وسيرتهم وتوجهاتهم، هم اللي استدعوا العامل الدولي. الأمم المتحدة حاولت أن تتملص من هذا الموضوع، الدول كلها ومساندة لهذه الحكومات اللي جاءت من 2003 لحد الآن. العراق لم يصل إلى يعني، وأنت تستغرب تسأل إن العالم كيف يساند، يساند دولة هي يعني من بين الخمس دول الأكثر فسادا في العالم، مدنها أسوأ المدن، الخراب بها، لدينا 350-380 حزب في العراق، شنو هذا البلد؟ لا ديمقراطية ولا حرية، وميليشيات متحكمة بي، والميليشيات تقول لك إحنا اللي سوينا الحكومة، وإيران متحكمة بي، والبعض يتحدث عن ديمقراطية وحكومة، كيف أنت تدعم هذه؟ وهذا الشعب الشعب الكريم اللي يقف على أغلى قطعة أرض في الدنيا، لأنه تحت كل النفط وكل كل المعادن، الله سبحانه وتعالى حب هذه الأرض من الثروات والخيرات الكثير، ومع ذلك 10 ملايين، أكثر من 10 ملايين، الوزارة التخطيط تتحدث عن 35% أو 38% تقول فقراء، والفقراء بهذا المنطق يأكلون من المزابل، أكثر من 10-12 مليون عراقي يأكلون من المزابل في بلد الخيرات، هذا البلد اللي إيده وخيراته على الجميع، وصل به الحالة 7-8 ملايين أمي في بلد العلماء وبلد الثقافة والفنون والرقي، 7-8 ملايين أمي، جامعاته غير معترف به، مدارس طينية وخراب، وهو موازناته السنوية ملياريه، هذه يعني 100 مليار 120 مليار، وأنت وين تذهب؟ كهرباء ما بي، خدمات ما بي، كل شيء ما بي، أمن ما بي، احترام للإنسان ما بي، حياة ما بي، مجرد بنولهم كم مول ويريدون الناس تعيش بالمولات. وهذا العراقي، أنتوا تصورون العراقي تبنوا له كم مول ويعيش بالمولات وتصوروه رح ينام رغد وخلص حال حال دول أخرى؟ لا، هذا العراقي ابن ثقافة وابن حضارة وابن تقدم، فلا يمكن هذه الناحية. فالمهم جاءت ممثلة الأمم المتحدة وقالت هذه الكلمة، جاءت متأخرة لا أو متقدمة لا يعنينا شيء، الآن قالتها واللي قالها هم الثوار، لكن في نفس الوقت يرد عليها يعني ممثل العراق في الأمم المتحدة، سفير العراق في الأمم المتحدة، يرد بطريقة يثبت أنه هذه الحكومة من حق هذه الثوار أن يخرجون عليها، من حق الشعب العراقي كله أن يخرج عليها. لحد الآن يتحدث عن الثوار بطريقة أنهم مشاغبين، وأنه بياناتهم قتلوا ومندسين ويخربون ومخربين ودمار، وأراد أن يشوه الحقيقة كلها، لكن هذه ما تشوه، هذه الحقيقة واضحة الآن للعالم كله. أنت قاعد هناك وتكتب لي هذه، هذا يدلل، هذا مو وحده، هذا جزء من منظومة. ما زالت مؤمنة أنها يجب أن تستعبد العراقيين، يجب أن تذل العراقيين، يجب أن تسرق العراقيين، محاولاتها مستمرة، وما يجري الآن فيما يسمى بالبرلمان ورئيس البرلمان واللعب هذا خلال 15 يوم يجب أن نعم، هذا اللعب كله جزء من هذه المحاولات لإعادة تدوير نفسهم، لإعادة تدوير هذه النفايات مرة أخرى وتقديمها للشعب على أن يقبل بها، ولكن ما يقبل بها الثورة الآن غير طريق، غير وضع الآن، فكر الثورة سبق فكر هؤلاء الذين يحكم العراق بكثير، ولا يعرفون أنهم الآن متخلفين جدا عن كل شيء، والعالم سيضطر، هذا العالم يعني العامل الدولي بكل مواصفاته، دول منظمات سميه ما شئت، كله سيصطف إلى جانب التظاهرات، سيصطف
إلى جانب هذه الثورة. نعم. شاءوا أم أبوا سيأتي العالم صاغرا لمساندة هذه الثورة، لأن عنده مصالح وهؤلاء على حق، وهؤلاء شباب، وهؤلاء هم أهل البلد. بالتالي هذه المجموعة مهما كانت بالحكومة، إيش قد عددهم؟ 5,500,000، 5,000,000، لا يساوون شيئا. الباقي الشعب، هو الشعب الباقي، وهو اللي يريد كرامته ويريد حياته ويريد بلده، فيسترد من ذوله سواء وقف ويا المجتمع الدولي أو لم يقف معه، لكن المجتمع الدولي سيقف مع الثورة هذه شاءوا أم أبوا، لأنها على حق، ومو لأنه المجتمع الدولي على حق، لأنه مو يثبتون أنهم على حق وأنهم رايتهم بيضاء ووجوههم بيضاء وأيديهم بيضاء وقلوبهم بيضاء. من هنا دكتورة ذكرى، يعني على الرغم من هذا الاستنكار الدولي، وحتى هناك حراك حقوقي حقيقة رافض ومناهض للعنف الحكومي على المتظاهرين، ولكن لا تزال الحكومة يعني بقواتها وميليشياتها تنتهك هذه الحرمة، حرمة الدماء، تصمم على انتهاج القتل وسيلة للرد على مطالب المتظاهرين وثوار تشرين المشروعة. كيف تفسرين هذا السلوك الحكومي برغم هذا الاستنكار الدولي والأممي؟ والله اولا دكتور قال انه متاخره، انا اقول الى الان ما وصلت، يعني مو بس هي متاخره اصلا ما وصلت، لكن هناك اجتماعات هنا وهناك يعني في الخارج، يعني هيئه الامم وحقوق الانسان، هناك اجتماعات وحديث، يعني والحديث يعني ياخذ مسارات اخرى غير التظاهرات، ثم اخر شيء تاتي التظاهرات عن العراق. حقيقة الحكومة بما أنه ما يهمها المواطن العراقي، فما يهمها أي شيء ينعقد ويتحدثون عنه، لأنه هي أصلاً الحكومة زرع الخارج، زرع الدول الكبرى، والدول الكبرى ما تريد الخير للعراق، لأنه من يصير خير بالعراق هي راح تنظر بمصالحها. فهذا الخير ما يردوا أن ينزرع في العراق، وما يردون أن العراقي يكون له كرامة ويكون عنده لسان ويطالب بحقوقه. فهؤلاء يأتون متأخرين، يعني لو كان عندهم فعل كان من أول يوم، ثاني يوم، من 10 يوم، من 15 يوم، من خلي نقول شهر يعني، وهؤلاء الشهداء يتساقطون والدماء تسيل في الشوارع والفتيات يختطفن وأيضا الناشطين يختطفون، كان لو عندهم كان فعل كان من أول شهر يعني حكوا. إلى الآن والأفواه مكممة، لا ندري يعني متى يتحدثون ومتى يتدخلون. هناك اجتماعات يقال أنه في لا ادري بالضبط، يعني هي بلخارس ما اعرف شنو اسمها هذه الام بلاسخارت، نعم هيئة الامم حقوق الانسان بلخارس، بلخارس نعم. حقيقه هذه المراه رافعه تقرير جيد، يعني انه تقول اللي شافته بعينها انه الشباب هم ما مسلحين بشيء وعزلوا، وبنفس الوقت ينضربون وشهداء كثير واختطافات كثيره واعتداءات عليهم كثيرة، ودين ضربون بطلق حي، ودين ضربون بمسيلات دموع، والمكان يعني أكو حرائق بالمكان تصير بسبب بعض المتدخلين. فالمرأة نقلت ما شافتها وشافت الشباب مثقف وليست متخلفين وليست جاءوا من شارع، هم أولاد عوائل، هم أولاد وطن يعني حريصين على وطنهم، لولا ثقافتهم ما كان طلعوا بهذه التظاهرة، لولا هم شباب مثقفين ويحملون على عاتقهم هم الوطن وحمل المواطن ما كان طلعوا بهالصورة هذه، ما كان ضحوا بنفسهم، وإلا كان أصبحوا مثل ذول اللي يحرقون وبالشوارع يطلعون، ولو كانوا من ذول مع احترام اللي يتعاطون اللي نقلت علينا إيران من حبوب مخدرة وغيرها، ويعني احتاروا أنه شيء يدخلون للمجتمع، لكن الشاب العراقي باقي نقي، باقي إنسان نظيف، باقي مثقف، وبالأخص هم اللي ثاروا مو هؤلاء المتعاطين، ثاروا هم أولاد الكليات، والدليل أنه كل شهدائنا طلبة كليات، يعني الناصرية عندهم 3 كلية طب يدرسون خطية، واحد استوى قبل 99 وما أعرف كم عشر مقبول طبية، هذا الشاب الجميل اللابس وردي، والاثنين الآخرين أيضا بالطبية، واحد صف ثاني واحد صف رابع أعتقد. فهؤلاء أولاد عوائل، ناس مثقفين. طيب دكتورة، قبل أن أنتقل دكتور رافع، يعني وأنت تتحدثين عن الواقع الآن، ولكن هناك تصريحات ربما تسمعونها يعني في الساحات، يعني كيف تصفون هذه التصريحات؟ مثلا عمار الحكيم يقول الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وتعمل على إجراء انتخابات مبكرة، يعني برأيك كيف تستقبلون هذه التصريحات؟ إلى أين يتجه العراق بعد استقالة عبد المهدي؟ وهناك أنباء عن وصول قاسم سليماني وطرحه أسماء بديلة لعبد المهدي. والله
اولا بالنسبه للشعارات اللي تجينا، يعني احنا دائما تعرف عن طريق اصدقاء وناشطين او عن طريق جروبات، يعني هناك جيوش الكترونيه، هناك مندسين، هناك حكومه، هناك السراق، هم الحكومه نفسهم السراق اللي هم دا يفرحون. يعني جت كثير يعني من الاشعارات ومن المنشورات ومن التحذيرات ومن كثيره من عندنا، لكن احنا ما نصدق كل شيء اللي دا يجينا لانه احنا عايشين الحاله، عايشين الشارع بالضبط. يعني بالنسبه يعني لو كان عمار الحكيم او الصدر او غيره او اي واحد من هؤلاء اللي هم يخصون هذا الزمره الخائنه اللي خانت الشعب، خانت الوطن، خانت الضمير، خانوا ضمير هم قبل ان يخونون اي انسان، لانه هم لو ينظرون نفسهم بالمراه كان عرفوا انهم مجرمين في حق نفسهم قبل الاخرين. المهم فعندما تصل هذه الاشعارات نحن اولا لا نصدق، لان هناك جيوش ذولا عندهم كل من يحكي له، وبنفس الوقت لما يكون متحدث عن شيء عمار او غيره، لما يتحدث عن شيء او عن الثوره فما معناه انه هو وصل الى مرحله اليأس، انه هو خسر، عرف قيمته بنظر الاخرين، لانه لما الشعب يطلع محافظه كامله تندد بعمار الحكيم هذا يكفي انه يعرف نفسه، هذا كلش كافي انه يعرف نفسه، يعرف حدوده، يعرف مقدار محبته وتقبل الاخرين له. المفروض هو لو عندهم هسه كرامه هم راسا هسه، بما انه وصلت الحاله الى هذا اليوم والشباب مندفعين وبنفس الوقت ما يرضون يتنازلون عن حقوقهم، وايضا تنازل رئيس الحكومه مالتهم وفشل ويعني طلع بوجه اسود، المفروض هم يحافظون على ما تبقى من ماء لو كان في وجوههم ماء، أن يحافظون على باقي ماء وجههم وأن يستقيلون ويطلعون بدون أن يحكون، بدون أن يقدمون أي هذه، فهذه كلها شعارات كاذبة يردون بس حتى شنو أنه بلكي المجتمع يقبل عنهم ويرجعهم أن يكون هم السياسيين بأماكنهم يعني حقيقة. دكتور رافع نعم دكتورة سعودي لك، يعني بالرغم من اعتراف المسؤولة الأممية جينين بلاسخارت باستخدام العنف الحكومي على المتظاهرين، ولكنها ألقت يعني باللائمة على الجهات الخارجية التي تتدخل في شؤون العراق، لم تسمي هذه الجهات، وكما تعلم يعني بحسب الأنباء أن قاسم سليماني موجود في العراق ويرتب مع يعني هذه الكتل السياسية بديل عن عبد المهدي. هذا اللي نقوله استاذ نصير. اولا يعني قبل الحديث هذا اريد فقط اعقب على ما قالت الدكتوره تفضل وسؤالك السابق، يعني كيف يرون يعني من التصريحات اللي شاهدتها مضحكه مبكيه ما اعرف، وصلوا الى حاله من الاتفاق يبدو شبه الاتفاق بين الكتل السياسيه ان يسقطون فكره السمو بالنظام الجديد اللي ياتي. هذه الثوره لديها تصور بنظام جديد غير فاسد، وطني نقي، يحب العراقيين، يحب العراق، يحب أهله، يراعي استقلال العراق وسيادته، يراعي الهوية الواحدة، هذا شكل النظام اللي يريدوه. ومن يقود هذا النظام أكيد يتمتع بهذه الصفات. وصلت بهم الحالة واحد من عندهم يقول هذه يعني هم دي يطالبون ذول المتظاهرين هذا الصفات اللي يخلوها لرئيس الوزراء والنظام الجديد، وكانه انجريندايزر خارق، يعني خارق. الاخ يقول هذا يجب ان نستورده من الخارج، ما نستورده يعني نستورد لهم واحد من الخارج. ما هي القضيه مردوده عليكم؟ مو هذا العيب اللي تتحدثون عنه استوردونه من الخارج عيبه مردود عليكم؟ مستوردتكم امريكا من الخارج وجابتكم، شنو اللي جابته؟ ما جربه الشعب العراقي، جرب الاستيراد من الخارج وجابكم، جابتكم امريكا وجتي من الخارج، سويتوا بالعراق؟ دمرتوا لي العراق، شعتوا الفساد والطائفيه والقراب والبوق والنيف، والشعب طالع ضدكم. وهذا حتى التصريحات هذا الاستيراد الخارجي شوف ايش جاب لنا. لا ملغمه دكتور، يعني عمار الحكيم يقول الحكومه المقبله ستكون مؤقته وسنعمل على اجراء انتخابات، يعني مجرد حكومه مؤقته. كلام كل محاولاتهم لسحب البساط من تحت الثوره وما يقدرون. الثوره هاي وصلت الى طريق، وهذا يعني هم في زاويه محصورين، في زاويه محشورين ويتحدثون. يعني حتى شفت مجاميع ما يسمون نفسهم الشيوخ يعني يطلعون، انت تروح تشتكي بالمحاكم بالقضاء عندما يحدث جرم معين والجرم موصوف والوضع موصوف وتروح تشتكي عليه. أما أنت تروح تشتكي من البداية وثبت عند القضاء شكوى ضد شيء جريمة لم تحصل، أنت تعتقد أنت جريمة، أنت تعتقدها جريمة، هي مو جريمة لكن أنت تراها جريمة، هي لم تحصل ولم
ولم يعني ولم تشاهدها أنت، والقضاء لم تعرض أمام هاي الجريمة، لكن أنت تروح تشتكي والقضاء يقبل شكوتك. هاي قضية غريبة عجيبة. شاهدت مجموعة من يسمون نفسهم شيوخ ذهبوا إلى القضاء لكي يلزموا أبنائهم أبناء محافظاتهم لا يخرجوا في هذه التظاهرات والسانية، لأنهم يعرفون أن كل المحافظات هذه مساندة للثورة ومع الثورة قلبا وقالبا، وقدمت للعراق خير الشباب في السنوات الماضية. لكن هذا لا يمنع، يعني خلينا نفكر شنو الإنسان يجب. وطبعا هم بنفس الوقت يقول لك إحنا مع الثورة، إحنا مع نعم يعني أنت بالنهار يعني موالي وبالليل المعارض، بالشتاء أنت لا الدنيا باردة خلينا نقعد، عود بالصيف يعني مثل ذولاك اللي قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له يعني الدنيا حارة وما نريد نطلع، وأنت لو ومسافة بعيدة لو تختار لنا مسافة قريبة إيه ظروف الحار فما نقدر. نفس القضية ذولا، إحنا مو تألمنا، ما شو نتألم؟ ما هذا العراق؟ أنت لو وطني لو مو وطني، أنت لو إنسان تشعر بالآخرين، أنت لو عراقي لو مو عراقي، هذه القضية ما تقبل نقاش. أنت تعيش مشلول لو تعيش صحيح، لو يعيشون أبنائك بخير وسلام. أنت تريد العراق لو تريد خيمة تقعد بيها بس وتختل وما لك علاقة، قضية معيبة وغريبة. فهذه نفس القضية يعني والثورة عارفة أهدافها وعارفة وين رايحة. وبالنسبة للحقيقة اللي الممثلة الأممية يعني لم تتحدث صراحة عن الجهات الخارجية. نعم، هي استعملت لغة دبلوماسية عالية الحقيقة. هاي اللغة الدبلوماسية العالية حتى لا تقول إنه إيران وتريد تتدخل، لكن هذا الوضع موصوف الحقيقة. الثوار من أول يوم يصيحون إيران برا صحيح. والعراق يبقى وبغداد تبقى إحراق قنصلية إيران في النجف للمرة الثالثة يعني مثلا، هذا مثال يعني. هذا جزء من عدها. ففي كل الأحوال الشعب العراقي عارف وين العلة وعارف شنو ذولا اللي يحكمون العراق وعارف وين انتماءاتهم وعارف من يحركهم وعارفين كل هاي القضية. وبالتالي مثل ما قلت لك ومثل ما يقول كل الجميع وضيفتك أيضا تقول الدكتورة الفاضلة، أهل العراق أدرى بشعابهم ويدرون هاي ثورتهم شنية ويعرفون منو مصادر أذاهم ويعرفون منو المشترك في هذا المشروع لتخريب العراق وهم ليش ثاروا وين رايحين وأهدافهم شنية. البعض هاي فرصتكم قولوا بسرعة قولوا لنا منو قياداتكم، منو لا ما يقولوا لكم منو قياداتكم وما يقولوا لكم منو مرشحكم. أنتوا اللي عليكم تسووه تطلعون، أنتوا ضدكم هاي الثورة ضدكم كلهم، ما يريدون من عندكم شيء. هم قادرين يسوون دستور جديد ويسوون قوانين جديدة وقرارات جديدة، بيناتهم المثقفين والعقول والكبير هل اللي قادوا هيش ثورة. ذولا ناس مثل ما يصفهم فالح الفياض، هذا الخرف عنده مثل ما يصفهم أنه ما يعرفون يسوون جملة جملتين، ما يعرفهم، ما ذولا ما يعرفون يسوون جملتين. مع الأسف تنظر إلى شعبك وانت تقول أنا قائد، تنظر إلى شعبك بهذه العين الصغيرة ويا صغير، مو عيب تتعامل مع شعبك وتصفه بهيش صفات. هاي الشباب الحلوة، هاي الخريج أطباء ومهندسين وصيادلة ومحاسبين وحتى الأميين بيهم، حتى الكسبة طلاب ثانوية وطالبات من أجمل ما يمكنوا، طبيبات وأطباء وكل هذا الشعب هو هذا شعبنا العراقي الجميل الحلو. هذا اللي صنع الحضارة ويصنع الحضارة ويصنع عيش ثورة حلوة. هذولا توصفهم بهالشكل هذا، بس مع الأسف إن شاء الله الأيام تأتي إن شاء الله. دكتورة ذكرى، يعني في آخر دقيقة أو دقيقتين ماذا تقولين؟ كيف هي معنويات المتظاهرين ثوار تشرين الآن؟ هل أنتم مصممون حتى تحقيق أهدافكم؟ نعم بالتأكيد، يعني لله الحمد نحن لم نتقاعس ولم نتعب ولم نتململ، بالعكس كل ما يوقع من عندنا شخص وكل ما يعاندنا شخص وكل ما إحنا نقف شوكة في عين هؤلاء، ونتمنى يعني راح نظل صابرين وراح نظل ساندين وساندين لبعضنا حتى تستقيل كل هذه الحكومة وتنطرد برا. ومو بس تنطرد، وإنما نحن يعني نصبنا حبال من الآن، نصبنا حبال في ساحة التحرير لمحاسبة هؤلاء. حقيقة هؤلاء سوف لن يفلتون منذ 2003 إلى هذه اللحظة وما بعدها، ربما يجيبون لهم رئيس وزراء جديد الآن، هم خلوا بحر العلوم أو ما أعرف هيك. فهؤلاء كلهم راح يتطاقطون، كلهم راح يوقعون في قبضة الشعب إن شاء الله، ويوقعون في محكمة الشعب. وطبعا بالنسبة للبنية زهراء الله يرحمها أطلقوا عليها اسم زهرة الثورة العراقية.
الله يرحمهم. شهدائنا ما راحوا يعني بالعكس احنا نشيل راسنا بهم، هذول السور الوطني اللي هم مثل ما بنى الوطن على جماجم، ايضا احنا بكل حقبه وبكل زمن بكل حرب وبكل مشكله انه الانسان لازم يلقي التضحيات. تضحياتنا وهذه تضحياتنا صحيح هي جسيمه لكنه احنا نتشاين بها، وايضا راح تزيدنا اصرارا على موقفنا وعلى حبنا لوطننا. الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا لك الناشطة المدنية من بغداد دكتورة ذكرى عبد الصاحب، وأشكر الشكر الجزيل أيضا دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث. حياكم الله أستاذ نصير. جزيلا دكتور، شكرا لكم مشاهدينا لمتابعتكم، وفي أمان الله وحفظه.